هنا دي منتجات كلها مغربية صح؟ مغربية ومحلية. محلية ومغربية خاصة بمدينة وزان، بالمنطقة ديال وزان صح؟ وهذا ايه؟ ممكن حد يشرح؟ هذا الكمون، كل حاجة مكتوبة. هذا القرفة، كل حاجة دي يا جماعة ديال وزان نفسها، ديال مدينة وزان، هذا إنتاج وزان. عندك القرفة، هذا مزروع هنا صح؟ كمون مزروع هنا في وزان. كمون، وعندك القرفة، وعندك الزنجبيل، احنا بنقول عليه جنزبيل مش زنجبيل. عندك الفلفل الحلو، فلفل حلو، وعندك الكركم. جميع التوابل يا جماعة تعبئة وتغليف وحاجة آخر حلاوة الصراحة، حاجة آخر حلاوة. وعندك هذا الطاجين المحمر، ما فهمتش ايه التوابل، توابل الطاجين يعني، توابل الطاجين. وعندك الكسكس، لا لا مش عامل اللايف. عندك توابل الشرمولة، شرمولة ازاي يعني، ماشي مش مشكلة شرمولة. وعندك بقى العسل بأنواعه، عسل الزكوم، زيت الزيتون يا جماعة الوزاني، شايفين شايفين تبارك الله ما شاء الله، زيت الزيتون الوزاني. كل شيء هنا يا جماعة، هذا مركز فيه كل شيء، كل ما تتخيل. هذا زيت أرجان تقريبا، زيت أرجان، هذا زيت أرجان الغذائي اللي بيتحط في الأكل في المكلة، وحتى كاين بعض العشوب. تبارك الله تبارك الله ما شاء الله، بجد ما جزاه، فيها كل شيء. حتى شوف شوف، حتى اللبسة، هذه لبسة وزانية، هذه ايه؟ هذه لبسة مش وزانية؟ وزانية، هذه لبسة وزانية يا جماعة، شوف شوف شوف. وهذا شوف شوف شوف، طواجن عجيبة تبارك الله ما شاء الله. حتى الكاجو، كاجو كله خاص بالمكان هنا، تعبئة وتغليف.